السردين من الأسماك السطحية الأكثر استهلاكا عند المغاربة، يعاني مخزونه في السنوات الأخيرة من نقص واضح، فبعد أن كان يصل إلى زهاء 120 ألف طن سنة 2001 تراجع إلى 40 ألف طن سنة 2011 في الساحل المتوسطي الممتد من السعيدية إلى سبتة المحتلة وفقا لتقارير قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى الهيئة العامة لمصيد الأسماك بالمتوسط. بالنسبة لنشوف اللي كنقولوا حنا بوكرونيس هو النقص نتاعو من 1987 هو النقص نتاعو وماشي في التراجع لحد الان ما كنشوفوا منه حتى حدا، وكاين تراجع عده انواع السمك كسمك السردين ولا جميع الاسماك القشريات ولا الرحويات اللي كاين نقص. النقص في مخزون السردين الذي بلغت نسبته 48% وكذلك اصنافا اخرى يستدعي حسب جمعيات بيئيه تضافر جهود كل الفاعلين من بحاره وادارات وصيه على القطاع عبر اتخاذ تدابير وقائيه لحمايه الاسماك من الصيد الجائر والاستنزاف. هذه المحميات البحريه اللي يمكن تكون عندها واحد الواقع ايجابي جدا على اساس ان حمايه المناطق الساحليه اي اقل من 3 أميال تقدر توفر واحد المحيء طبيعي يسمح للاسماك باش تقدر تكاثر. على مستوى الوزارة الوصية فإن هناك تدابير وإجراءات متخذة ضمن مخطط أليوتيس لتفعيل المراقبة وحماية الأصناف المهددة. بين التدابير كان هناك القضاء على شباك العائمة، كان كذلك تجهيز البواخر بمعدات نظام تحديد الموقع والرصد المستمر بما يسمى VMS أو Vessel Monitoring System. كان هناك كذلك مخططات هيئة المصايد خاصة بالنسبة للأصناف اللي كيعرفوا تراجع. ومن التدابير التي نصت عليها تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عدم الزيادة في كمية الأسماك المصطادة وخفضها ب20%، ثم تطبيق راحة بيولوجية في شهر يناير وحماية المناطق الرطبة كبحيرة مارشيكا وكذلك ساحل الحسيمة، على أن هذه التوصيات يستدعي تطبيقها إشراك البحارة الصيادين وكل الفاعلين في هذا القطاع.